بالأمس سربرانيتسا واليوم غزة، يتكرر المشهد وترتكب نفس الإبادة الجماعية، عبارات يرددها أهالي وزوار ضحايا مجزرة سربرانيتسا في ذكرى 29. سربرانيتسا في فلسطين سو أطفر نيران تيلوغ أمت. الأهالي رفعوا أعلام فلسطين في الذكرى السنوية للمجزرة اللي ارتكبتها قوات صرب البوسنة بحق الآلاف من مسلمي البوشناق كتذكير للعالم بما يحدث في غزة الآن. I'm wearing this flag today is because I want to bring awareness to the genocide that's happening currently in Gaza right now. It's the same horrible genocide which is actually happening right now in Palestine and we are have see it here. والجديد في هذه الذكرى السنوية هو ذكر اسم بنيامين نتنياهو بالتوازي مع سفاح وجزار البوسنة رادوفان كارديتش. بنيامين نتنياهو and رادوفان كارديتش are the same. They do the same thing. Both of them are killing more than thousands of peoples and including kids. فخلال الفترة ما بين 11 و 22 يوليو تموز 1995 ارتكب قائد صرب البوسنة وجنوده أبشع الجرائم ضد السكان المحليين العزل اللي قتل فيها أكثر من 8000 شخص والعديد من المجازر في عموم البلاد. يوتشي بيو سربرانيتسا دانس فلسطين غازا. ملامح الحزن واضحة ومرسومة على وجوه العوائل أثناء دفن وفاة 14 من الضحايا هنا في مقبرة بوتجاري التذكارية واللي قتلوا في الإبادة الجماعية على يد القوات الصربية عام 1995. ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن المئات من رفات الضحايا المفقودين والتذكير بما يحدث في فلسطين، مشددين على أن الجرائم لا تسقط بالتقادم. imun, šutio je, ništa nije radio kada je riječ o Srebrenici, ali evo Bogu hvala, zahvaljujući dragom Bogu prije svega pravda je pobjedila. Vjerujemo da će tako biti i sa slučajem u Palestini.